الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللواء محمد علي الحوري، محافظ محافظة ريمة. الأستاذ محمد أحمد غيلان، رئيس دائرة الإعلام والثقافة بالمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة صنعاء. الإخوة وكلاء المحافظة ومستشاري المحافظة. الإخوة مدراء العموم. الإخوة القادة العسكريين والمدنيين وقادة المقاومة. الضيوف الكرام الحاضرون جميعا، الأخوات والأخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الحفل الخطابي الفني الذي يقيمه المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ريمة إحياء للذكرى 34 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح. هذه المناسبة التي تواكب الذكرى الوطنية العظيمة الغالية على قلوبنا، الذكرى 62 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. نرحب بكم أجمل ترحيب، وخير ما نبتدئ به فعاليتنا هذه آيات كريمات من كتاب الله عز وجل يتلوها علينا الحافظ أيمن الفلاحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. سطعت كالشمس يا إصلاح منتضيا، أي الأولى مثل انتضاء الروح في البدن،
حشدت أحراره، جسدت وحدته، وأكدت قدرته في الموقف الوطني. على خطى القادة الثوار سرت بلا تردد لتعيد المجد لليمن. على ذرى صرحك الشماء كم كسرت لصال أعدائه في ساعة الفتن. سبقت كل القوى في التضحية، ولم تزل تجود بلا من ولا ثمن. ضيوفنا الكرام، نكرر الترحيب بكم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. نبقى الآن مع كلمة المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ريما، يلقيها رئيس المكتب الدكتور يوسف سعد السعيدي، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأخ محافظ المحافظة اللواء محمد علي صالح الحوري، الأخ الكريم محمد غيلان رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة صنعاء، الإخوة الضيوف كل باسمه ولقبه، الإخوة الحاضرون جميعا، الأخوات الحاضرات، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في عرسكم الميمون، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. الإخوة جميعا، نرحب بكم أجمل ترحيب ونحييكم بأحسن تحية في هذه الاحتفالية المباركة بالذكرى العطرة 34 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح، والتي تأتي متزامنة مع حلول العيد 62 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة، التي أسدلت الستار على حقبة مظلمة خيمت على وطننا الحبيب ردحاً من الزمن، وأعلنت ميلاد جمهوريتنا الخالدة التي حملت على عاتقها تحقيق قيم الحرية والعدالة والمواطنة والمساواة. ومع عودة بقايا الإمامة على حين غفلة من الأحزاب والمكونات الوطنية، هب أبناء وأحفاد الثورة 26 من سبتمبر ووقفوا صفاً واحداً للتصدي لهذه العصابات الميليشياوية، وفاءً وعرفاناً لتضحيات الآباء والأجداد، ودفاعاً عن كرامة وحرية الشعب اليمني ومكتسباته الوطنية. الإخوة الكرام، لقد ولد الإصلاح حزباً وطنياً منبثقاً من هوية الشعب اليمني وقيمه الإسلامية وثوابته الوطنية وانتمائه العربي والإسلامي، ممتداً من تأريخ وإرث النضال الوطني منذ أربعينيات القرن الماضي، الذي توج بقيادة ثورة 26 من سبتمبر الخالدة والرابع عشر من أكتوبر المجيدة، وحمل على عاتقه شرف الدفاع عن الثوابت الوطنية وأهداف ومبادئ الثورة والجمهورية. ولهذا كان في مقدمة الصفوف لمجابهة جماعة الحوثي الإرهابية ذراع إيران في اليمن والمنطقة. وقدم الإصلاح في سبيل ذلك تضحيات كبيرة، واستشهد الكثير من قياداته وأعضائه، وتعرض آخرون للاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب. وما زال الأستاذ محمد قد أحطان عضو الهيئة العليا للإصلاح يطبع خلف قضبان سجون العصابات الميليشياوية ومئات المختطفين من أعضاء الإصلاح وأبناء الشعب اليمني عموما. الحفل الكريم، إننا في هذه الذكرى العطرة وفي كل مناسبة وطنية نقف بإجلال أمام تضحيات الشهداء الأبرار الذين بدلوا دماءهم رخيصة وقدموا أرواحهم من أجل عزة ورفعة اليمن وكرامته وحرية أبنائه.
وهي تحية مستحقة للمرابطين من أبطال الجيش اليمني الأشاوس والأمن البواسل ورجال المقاومة الشعبية الأبطال على امتداد اليمن الحبيب الذين قدموا ولا يزالون يقدمون التضحيات الجسام لإجهاض أحلام المشروع السلالي. كما نحيي ثبوت وصمود المختطفين والمخفيين قسرا في معتقلات جماعة الحوثي الإرهابية الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصمود والثبات أمام آلة القمع والتعذيب السلالي الحوثية. وفي هذا السياق فإننا ندعو الجهات المعنية في الحكومة الشرعية للاهتمام بأسرى الشهداء وبرعاية المعاقين والجرحى وإعادة النظر في مرتبات الجيش المرابط في الجبهات والثقور ورفعها بحيث تلبي الاحتياجات الأساسية للمرابطين وأسرهم وانتظام صرفها شهرياً والعمل على توحيد مرتبات كافة أبناء القوات المسلحة اليمنية. الحاضرون جميعاً غير خاف على أحد ما يرتكبه الصهاينة بدعم دولي غير مسبوق من جرائم الإبادة بحق أبناء غزة منذ 7 أكتوبر من العام المنصرم وإلى يومنا هذا. وفي هذا السياق فإننا نحيي ذكرى الصمود الأسطوري لأبناء غزة أمام الآلة العسكرية الصهيونة المهولة التي عجزت عن تحقيق أهدافها من اجتياح غزة واستعادة هيبتها التي سقطت بعد أحداث 7 أكتوبر البطولية لفصائل المقاومة الفلسطينية التي ضربت أروع الأمثلة وسطرت ملاحم بطولية غير مسبوقة. الأمر الذي يحتم علينا دعمهم قدر المستطاع حتى يمن الله علينا وعليهم بالنصر والتمكين ويقولون متى هو والعسى أن يكون قريبا. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، الشفاء للمعاقين والجرحى، الحرية للمختطفين، النصر والتمكين لشعبنا اليمني العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستظل أيها الإصناع مدرسة شامخة تنشئ الأجيال وترفد الحياة بالأبطال وتخرج من صرحها العالي المشيد أولئك العظماء الأفذاذ الذين صنعوا التاريخ. ستظل أيها الإصلاح في عيون كل اليمنيين صاحب المنهج السليم الواضح والمبدأ الرباني الخالد والفكر الوسطي المعتدل. في الذكرى 34 من انطلاقك المجيد كأنني في هذه اللحظات بأبي الأحرار محمد محمود الزبيري وشهداء ثورتي سبتمبر وأكتوبر وشهداء النضال الوطني في مقارعة الكهنة الحوثي وهم يبتسمون في قبورهم وهم واثقون ويتهامسون بينهم لا تخاف فهناك من يكمل الطريق التي بدأناها. نبقى الآن مع أبريد احتفاء إنشادي نرجو أن ينال إعجابكم. نحن الإصلاح نحن الإصلاح.
الأستاذ عدنان العديني الناطق الرسمي للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ إسماعيل مقبل مستشار محافظة المهويد. الضيوف جميعاً أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم، نرحب بكم شعراً ونثراً ونغماً، نرحب بكم بكل معاني الترحيب. نستمع الآن إلى قصيدة شعرية ومع الشاعر مناع الأدوار، فليتفضل. عطر القواثي من فمي فواح، والشعر يرشف من دمي أقداح. أنا للقصيدة نبضها وأريجها، وأنا حكاية ثورة وكفاح. أنا للقصيدة نبضها وأريجها، وأنا حكاية ثورة وكفاح. لما أرى للشمس وجه مشرق، وأرى ابتسامة ثغرها الوضاح، ينتابني طيب الشعور وينجلي همي، وليل كآبتي ينزاح. يا كل من في الحفل أطلب إذنكم، أنتم لمثلي عدة وسلاح. درر من الأبيات أتحفكم بها، هلا تجودوا لي ببعض السماح. وأنا وبوح الشعر نعجز ها هنا، من ذا يطاول هامة الإصلاح. يا بسمة الشمس، يا بسمة الشمس ضميني إذا الليل جم. روح القصيدة بدايتها وعنوانها، وأنت يا شعرها تبيات حلوة وفن، اكتب قصيدة جميلة وانظم أوزانها. دون قواثيك لوحة خالدة للزمن، سطر مضامين معناها وقيثانها، وإن في شعورك مشاعر لا تخبي وقلها علن، إجارك ما في ضميرك ولا تحسب لمن شانها. واليوم من حقي أتهوجس وندري لمن تهدي عذار القواثي روعة ألوانها. أنا هجوسي أبية ولا تبتاع بي الثمن، كنوز الشاعر خزنها وسط مخزانها. أنا هجوسي أبية ولا تبتاع بي الثمن، كنوز شاعر خزنها وسط مخزانها. واقف مع الحق فرضي في الحياة والسنن، وانهمت في الشمس اللي ضوت أوطانها. هي مصدر النور، هي مصدر النور من بعد الدكا والوسن، وهي حقيقة تجلت في ربى كوانها. هي دفء الإيمان، هي ذيبات سيل الدرن، وشراقة الصبح وجه الشمس في زيزانها. هي دفء الإيمان، هي ذيبات سيل الدرن، وشراقة الصبح وجه الشمس ذي زانها. ويوم ثالث عشر أيلول هو ميلاد شعب اليمن، وحزب الإصلاح هو ذي شاد عندانها. ويوم ثالث عشر أيلول هو ميلاد شعب اليمن، وحزب الإصلاح هو ذي شاد عندانها. من مثل الإصلاح قد ضحى لأجل الوطن، دافع عن أرضه حماها بالدماء صانها. من غير الإصلاح قد شل السلاح والكفن، بداية المعركة يوم كم من نفس لي خانها. من مثل الإصلاح قد شل السلاح والكفن، بداية المعركة يوم كم من نفس لي خانها. من حرب دماج لما حرب تحرير عدن، واشبال الإصلاح في الساحات فرسانها. من حرب دماج لما حرب تحرير عدن، واشبال الإصلاح في الساحات فرسانها. رجال باعت دماها دون داوي ومن، تطلب رضا الله والجنة ورضوانها. دون الكرامة ودين الله ماشي حزن، يموت من ماتهم للحور عرسانها. دون الكرامة وشرع الله ماشي حزن، يموت من مات هم للحور عرسانها. تاريخ الإصلاح أصفى من بياض اللبن، ومعركة نهم تشهد له وهيلانها. تاريخ الإصلاح أصفى من بياض اللبن، ومعركة نهم تشهد له وهيلانها. ذي ما يصدق نشد سرواح، والزور عن أبطال الإصلاح ذي فازوا بتيجانها. في كل ساحة الوغى الإصلاح يدفع ثمن، في كل ساحة الوغى الإصلاح يدفع ثمن. شر والكرامة ولا ساوم بخسرانها. من حزب الإصلاح ما قش يظهر مرتهن، ولا مخرر ولا مغرر مع كسرى وشيطانها.
من حزب الإصلاح ما قد شي ظهر مرتهن ولا مغرر معاه كسرى وشيطانها. والله تالله كلا ثم لا لم ولن نقبل بحكم السلالة وإيرانها. والله تالله كلا ثم لا لم ولن نقبل بحكم السلالة وإيرانها. فينا حماسة ولا شي بايقينا وهن، لو ظلت الحرب طول الدهر وزمانها. يا شمس الإصلاح دمتي جنب جيش الوطن وجنب مارب قبائلها وسلطانها. يا شمس الإصلاح دمتي جنب جيش الوطن وجنب مارب قبائلها وسلطانها. إحنا أولو البأس والقوة رجال اليمن، بشرى لسام الحضارة فتح بيبانها. لا بد من فتح صنعاء ونطول الزمن، تبقى علينا عزيزة ويل من هانها. لا بد من فتح صنعاء ونطول الزمن، تبقى علينا عزيزة ويل من هانها. والخط مصلي على خير الورى المؤتمن، المصطفى عد قطر الغيث وامزانها. إصلاحي اسمي سجلوه إصلاحي، ثائر مناضل وافتخر بالإصلاح. الشمس رمزي والقلم مصباحي، والحرية ثوبي وتاجي يا صاح. أنا يماني حر ثائر صاحي، سبتمبري دربي زبيري نصاح. إصلاحي اسمي سجلوه إصلاحي، وليشهد العالم بأني إصلاح، وليشهد العالم بأني إصلاح. الضيوف الكرام، لقد كانت المرأة رفيقة الرجل في النضال الوطني، وهي في أطر التجمع اليمني للإصلاح وأدبياته شريكاً أساسياً في البناء والتوعية وفي النضال. نبقى الآن مع كلمة المرأة ومع الأستاذة آمنة غالب المسوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، والقائل: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والصلاة والسلام على الأمين وصحابته الميامين، الأخ الدكتور يوسف سعد محمد، رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ريمة، الإخوة القيادات وأعضاء وأنصار الإصلاح بمحافظة ريمة، الإخوة قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة ريمة، الإخوة والأخوات الحاضرون والحاضرات جميعاً، كل باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن أخواتي حرائر محافظة ريمة، ألقي على مسامعكم هذه الكلمة في احتفالنا هذا بمناسبة الذكرى 34 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح، والتي يطل علينا في ظروف استثنائية حيث نعيش مرحلة من مراحل النضال الوطني في الدفاع عن مكتسبات ثورة سبتمبر وأكتوبر، وتجسيد الأهداف الستة وأهمها النظام الجمهوري والوحدة الوطنية من خلال مقاومة الموروث الإمامي المتمثل في مشروع الانقلاب الحوثي. الإخوة والأخوات الكرام، ونحن نحتفل اليوم بذكرى تأسيس الإصلاح كحزب يمني له دوره الوطني في السعي لدولة قوية بنظام جمهوري ديمقراطي قائم على التبادل السلمي للسلطة وعلى قاعدة القبول بالآخر كضرورة وطنية لإنهاء إشكالية الحكم بالغلبة أو احتكار السلطة وسداً لدوامة العنف والتناحر. ومن هذا فإن الاحتفاء بتأسيس الأحزاب هو في الأساس احتفاءً بمكتسب وطني وثابت أصيل من ثوابت الجمهورية. الإخوة والأخوات جميعاً، إنه ومنذ انطلاقة هذا الحزب المبارك
كانت المرأة حاضرة في كل مراحل نضاله، فقد شاركت في أنشطة الحزب وبنائه التنظيمي، ولعبت من خلاله دورا محوريا في كل ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والإنسانية والوطنية. وحين انقلبت الميليشيا الحوثية على الإجماع الوطني والشرعية الدستورية والشعبية، كان للمرأة الإصلاحية دورها البارز في مقاومة الانقلاب مع أخيها في الإصلاح ومع كل إحرار وحرائر اليمن. فلعبت دورا فلعبت وبجدارة أدوارا اجتماعية وسياسية وحقوقية لا تقل أهمية عن تلك الأدوار التي يمارسها الرجال في شتى المجالات. وفي إطار المعركة الوطنية برزت المرأة الإصلاحية وجميع حرائر اليمن من وراء المقاومة الشعبية وأبطال الجيش والأمن داعمة ومساندة، فأسهمت ماديا ومعنويا في حملات الدعم والإسناد، ودفعت بولدها وزوجها وأخيها وأبيها. ومثلت النموذج الأسمى للثبات وتحمل قسوة النزوح وشغف العيش. الإخوة والأخوات، إن دورا كهذا مارسته المرأة الإصلاحية لا تزال حتى اليوم لم يكن إلا نتيجة طبيعية لدور التجمع اليمني للإصلاح كفكر تنويري يسعى لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المرأة ودورها في المجتمع، تاركا في لوائحه الداخلية مساحة واسعة للمرأة في جميع المجالات التعليمية والاجتماعية والمهنية والسياسية والحقوقية والتنظيمية، وتوسع دورها من هذا المنطلق إلى المحيط الخارجي للمشاركة المجتمعية في كل المجالات، والوقوف جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في بناء اليمن. وأصبحت المرأة الإصلاحية أكثر قدرة على مواجهة التحديات التي تحيط بواقعها، منطلقة من شعارها: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فتحية إجلال وإعزاز وإكبار نرسلها إلى كل امرأة إصلاحية مناضلة على امتداد الأرض اليمنية، وتحية إجلال وإعزاز وإكبار لكل امرأة إصلاحية خارج الوطن أجبرها الانقلاب وظروف الحرب على الهجرة خارج الوطن. وبهذه المناسبة أثنو باسمي واسم كل حرائر اليمن المناضلات كافة الأحزاب اليمنية إلى وحدة الصف وتوحيد الجهود والوقوف خلف القيادة العليا والجيش والمقاومة الشعبية في مواجهة قوى الانقلاب وإعادة الاستقرار إلى جميع ربوع البلاد، كما نؤكد على أهمية التمسك بالنظام الجمهوري والوحدة اليمنية، المنجز الوطني للحركة الوطنية وقواها السياسية والاجتماعية طوال عقود من النضال. الرحمة والخلود للشهداء، الشفاء للجرحى، النصر لأبطال جيشنا وأمتنا ومقاومتنا البواسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الاحتفاء بذكرى تأسيس التجمع اليمني للإصلاح وكذا بقية الأحزاب اليمنية هو تأكيد على أهم مبدأين من مبادئ الدولة اليمنية، وهما التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وصندوق الاقتراع الذي هو الطريق الوحيد والآمن للوصول إلى السلطة، وهو في الأساس احتفاء بمكسب وطني وثابت أصيل من ثوابت الجمهورية
ورفض للكهنوت وادعاء الحق الإلهي في الحكم والسيادة. ضيوفنا الكرام، نعود بكم لنحلق في سماء الشعر مرة أخرى ومع قصيدة شعرية ومع الشاعر أحمد علي عمر، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أنت؟ من أنت يا أغنى عن التبيان أيطالبون الشمس بالعنوان؟ من أنت يا أغنى عن التبيان أيطالبون الشمس بالعنوان؟ من أنت يا ملء المدى وهجا يمانيا ويا أسطورة الإيمان؟ لغة الشجاعة فيك حيرى قلبت ما قاله التاريخ في الشجعان. لم تلق من أسد سما بشجاعتين كأنت في المحراب والميدان. لغة العمارة، لغة العمارة في العيون وسحرها، وبراعة التصميم في العمران، في حفرة الإصلاح تدرك أنها حجر أمام عمارة الإنسان. من أنت؟ أسئلة يشير جوابها للشمس، تقرأه على الأكوان صدعت. أنا الإصلاح، إنسان الضحى وشموسه في ظلمة الأوطان. حيث الهدى والحق، حيث الشعب، في كل المواقف دائما تلقاني. كل القوى أحزابها أطيافها، يمن سياج ضيائه عيناني. مهما اختلفنا في الرؤى فجميع من رفضوا الميليشيات هم إخواني. يا ظهر هذا الشعب، يا ظهر هذا الشعب، كونوا إخوة ويدا على الإجرام والبهتان. والله ما طعنتك في ظهر كما طعنتك عبر زمانك البطنان. يا ظهر هذا الشعب، هذه دعوة بيضاء خالصة بلا ألوان. الكل إخوان ولا أعدى لهم أبدا سوى الحوثي والشيطان. يا شعلة للشمس بين مشاعري، يا شعلة للشمس بين مشاعري، يا نورها الدفاق في وجداني. كل القصائد أقبلت من أبحر عمياء تلقي الدر للشطآن. أما قصائدك فشمس بحرها نور وشاطئه المضاء لساني. نظمت ضياء الشمس، نظمت ضياء الشمس إنسانا هو الإصلاح، خير تجمع وكيان. إصلاحنا أغناه عن تعريفه، عن تعريفه معروفه الزاهي بكل مكان. في أي شبر حل يطلع للضحى جيل فتي مصلح رباني. في أي دور حل حل ضياؤه حلقا تشع بأنجم القرآن. في أي معركة تراه في مقدمة الصفوف وأول الفرسان. إصلاحنا أغناه عن تعريفه معروفه الزاهي بأي مكان، بكل مكان. في أي شبر حل يطلع للضحى جيل فتي مصلح رباني. في أي دور حل حل ضياؤه حلقا تشع بأنجم القرآن. في أي معركة تراه في مقدمة الصفوف وأول الفرسان. كم سألوه لما احتملت عن الرمى صد اللظى وقلائف النيران. فيجيبهم إن انتمائي للثرى يهوى ليسعد موطني أحزاني. فيجيبهم إن انتمائي للثرى يهوى ليسعد موطني أحزاني. تحرير هذه الأرض أركاني وإن نسفت بلغم عدوها أركاني. تحرير هذه الأرض أركاني وإن نسفت بلغم عدوها أركاني. ويطيب لي في كل شبر ضامئ لخلاصه أن يسقه شرياني. ويطيب لي مر العناء وسجنه إن كان ينقذها من السجن من السجان. ويطيب لي
كرب العناء وسجنه إن كان يلقنها من السجان قاداتنا وشبابنا شهداؤنا أيطالب الشهداء بالبرهان قاداتنا وشبابنا شهداؤنا أيطالب الشهداء بالبرهان من لم يشاهد في الضحى أنواره أعمى ولا حرج على العميان وكذا الذي يرمي الضحى ويعيبه بالانتشار الساطع المجاني أعذرته أيضا لأن ظلامه وضحى الحقيقة والهدى ضداني ومع الضحى هل للظلام مكانة فدعوا ملامته على نكراني أنا ألفة أنا ألفة ومحبة تسع الولاد بقلبها وتضم كل يمان أنا ألفة ومحبة تسع البلاد بقلبها وتضم كل يماني أنا ثورة يمنية ووقودها اليمني أنا حرب على الطغيان حسبي بأني روح هذه الأرض شأني شأنها ميزانها ميزاني أحيا وأفنى كي تعيش عزيزة لا عاش من يرضى لها بهواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توشي أن تطل علينا الذكرى 62 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة هذه الذكرى الغالية على قلوبنا هذه الذكرى التي ما كنا لنعرف قيمتها لولا أن أطل علينا الكهنوت بقرونه من جديد فعلى سبتمبر وأهداف سبتمبر وثوار سبتمبر وشهداء سبتمبر السلام والتحية نبقى الآن مع مقطع إنشادي احتفائي بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا يا عيد الأحرار والدولة يوم انتهى البعي والمنكر
يا أيها الإصلاح يا روحا به تزهو الحياة وتغمر الأحياء قدر السعيدة أنتم وقضاؤها أنعم بكم قدرا بها وقضاء من يعرف الإصلاح لا يخشى الردى أبدا ولا يتهيب الظلماء فيقينه أن الليالي تنجلي والشمس تصنع صبحا الوضاء. ضيوفنا الكرام، نبقى الآن مع كلمة الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح يلقيها الأستاذ عدنان العديني الناطق الرسمي للتجمع اليمني للإصلاح، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللواء محمد علي الحوري محافظ محافظة ريمة، الأستاذ يوسف السعيدي رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح، الإخوة والأخوات، قيادات وأعضاء ومؤيدي التجمع اليمني للإصلاح في محافظة ريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحل علينا الذكرى 34 لإعلان ميلاد التجمع اليمني للإصلاح في 13 من سبتمبر من العام 1990، العام الفارق في تاريخ في تاريخنا اليمني، والذي تم فيه إعلان التعددية السياسية وتقرير المسار الديمقراطي والتنافس السياسي وسيلة وحيدة لتداول السلطة في ظل دولة الوحدة اليمنية. لقد ولد الإصلاح حزبا وطنيا امتدادا للحركة الوطنية اليمنية بإرثها النضالي الذي توج بقيام ثورة 26 من سبتمبر الخالدة في عام 1962 وثورة 14 من أكتوبر المجيدة في 63-900 ألف، منبثقاً من هوية الشعب اليمني وثوابته الوطنية وانتمائه العربي والإسلامي ومشتركاته الإنسانية. فكان الإصلاح معبراً عن تطلعات الشعب اليمني بمختلف شرائحه الاجتماعية ببرنامجه السياسي الراشد وخطابه الواعي ونهجه المتزن وسلوكه الوسطي، عاملاً على تكريس التجربة الديمقراطية الوليدة وتسخيرها لخدمة الشعب وبناء الدولة. وكان الإصلاح ولا يزال خادماً للشعب، منحازاً لقضاياه الوطنية، متبنياً لهمومه وتطلعاته وحاجاته المعيشية والخدمية، وداعماً لفكرة الدولة في مختلف منعطفات النضال السياسي. أيها الإخوة والأخوات، تأتي هذه الذكرى متزامنة مع حلول العيد 62 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة، والتي أخمدت ظلام الإمامة التي خيمت على وطننا الحبيب ردحاً من الزمن، وأعلنت ميلاد الجمهورية اليمنية التي حملت على عاتقها تحقيق قيم الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية. وخلال ما يزيد على 6 عقود من عمر الجمهورية، مضى اليمنيون بكل فئاتهم يخوضون ملحمة نضالية للتخلص من تركة الجهل والتخلف والعنصرية التي خلفها النظام الإمامي البائد، وبعزيمتهم وحماسهم وتطلعهم للحياة قطعوا شوطاً في مضمار التنمية وإزالة أغلال الجهل والإذلال التي كبلت طاقة الإنسان اليمني وعطلت قدراته. إلا أن الإمامة التي ظلت بذرتها تكمن بمكر في تراب الجمهورية وبكافة مؤسساتها تمكنت من العودة عبر الشقوق التي أوجدتها التباينات السياسية في مكونات الصف الوطني. إذ أعادت الإمامة ترتيب صفوفها وانقضت على الجمهورية ودولتها واستولت على عاصمتها بقوة السلاح
وهو الحدث الذي أدخل اليمن في حرب، في حالة حرب لم تتوقف حتى اللحظة. لقد دفع الشعب اليمني وبنخبته طوال سنوات الحرب ثمنا باهظا من دمائهم ومستوى حضورهم ومعيشهم ومعيشتهم، وإن هذه الأثمان تستحق التعامل معها اليوم بكامل المسؤولية. وأول مقتضيات ذلك أن يتسامى الكل على التباينات والضغائن والحسابات والهواجس الصغيرة، والعمل معا على استعادة الشرعية وترسيخ مؤسسات الدولة وتحقيق قيم الجمهورية وردم كل الشقوق لمنع أي عودة إمامية مستقبلية. أيها الإخوة والأخوات، منذ 10 سنوات والميليشيات الحوثية متمسكة بخيار العنف وأدواته ساعية إلى فرض مشروعها العنصري، على أبناء الشعب اليمني من خلال زعم الحق الإلهي في السلطة المرتكزة على خرافة الأفضلية العرقية، وهو ما يعني ضرورة أن يعمل أحرار اليمن كافة على هزيمة الميليشيا الحوثية الإمامية واستعادة الشرعية وتحقيق سيادة الدولة اليمنية على كامل التراب الوطني. توكيداً وصوناً للثوابت الوطنية التي هي أعظم منجزات الثورتين العظيمتين 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر. أيها الإصلاحيون وأيتها الإصلاحيات في نطاق محافظتكم وفي الوطن عموماً، اسمحوا لي في هذه الذكرى أن أقدم تحية إكبار لكم بكل فئاتكم واختصاصاتكم، وأخص منكم الشباب طاقات الحاضر الواعد للمستقبل اليمني والاستقلال، وكذا المرأة اليمنية وهي تناضل على كافة المستويات وتتقاسم مع شريكها الرجل كل مهام المرحلة الجسيمة وتبعاتها. تحية لكم أيها الإصلاحيون، وأنتم تقفون بشموخ في ميادين البذل والعطاء في كافة مجالات النضال دون تردد أو ضعف ولا من ولا استكانة، لتمثلوا مع كافة أحرار اليمن الرافعة السياسية والاجتماعية الصلبة للشرعية ومعركتها الوطنية وتضحياتها التي ما زالت مستمرة سيدونها التاريخ في أنصف صفحاته وستحفظها لكم ذاكرة الأجيال. وإننا اليوم وفي كل مناسبة نقف بإجلال أمام تضحيات الشهداء الأبرار الذين بذلوا دماءهم رخيصة ووهبوا أرواحهم من أجل عزة ورفعة اليمن وكرامة وحرية أبنائه، وهي تحية مستحقة للمرابطين من أبطال الجيش والأمن البواسل ورجال المقاومة الشعبية على امتداد اليمن الكبير، الذين قدموا ولا يزالون يقدمون التضحيات الكسام لإجهاض أحلام المشروع السلالي. كما نحيي تضحيات وصمود المختطفين والمخفيين قسريا في معتقلات ميليشيات الكهنوت، وفي مقدمتهم القائد المناضل الأخ الأستاذ محمد قحطان عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإسلام. ونؤكد هنا على أن إخراج كافة المختطفين وفي مقدمتهم الأستاذ قحطان هو الشرط المبدئي للمضي في أي عملية سلام. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، إن مما يجب أن نقف عنده ونؤكد عليه أن الميليشيات الحوثية لم تتمكن من تحقيق انقلابها المشؤوم إلا من خلال استغلالها للتباينات القائمة بين مكونات الصف الجمهوري، وليس لأنها قوية في ذاتها، فهي إنما تتقوى بالضعف الذي يتسبب به تباين القوى الجمهورية حول القضايا التي لا يجوز أبداً أن تكون محل خلاف ولا أن توضع على طاولة النقاش وعلى رأسها شكل الدولة الواحدة ونظامها الجمهوري والمضمون التعددي لهذه الدولة. وعليه فإن هزيمة مشروع الإمامة الظلامي لن تتحقق إلا بوحدة صف حقيقية تعكس هذه الحقائق الثابتة وتتجاوز الشعارات إلى الأفعال وفق برنامج وآليات كفيلة بإنزال هذه الوحدة
من فضاء الشعارات إلى أرض التحقيق الواقعي، لا سيما وأن الميليشيات الحوثية لم تكن جزءاً من أي سلام سابق، وتأريخها القصير يقول ذلك. لم تتوقف هذه الميليشيات من هدر كل فرص السلام، وظلت تتعامل مع هذه الفرص إما بالعنقهية أو بالاحتيال، ولن ترتدع إلا بوثبة وطنية مشروعة تنقذ اليمنيين من نير العبودية والاضطهاد الذي تمارسه الميليشيا بحقهم في سيطرتها في مناطق سيطرتها. وما زالت أمام الميليشيا فرصة لن تظل مطروحة إلى ما لا نهاية للجنوح إلى السلام الذي نؤمن به كقيمة إنسانية وسياسية. السلام الذي لن يكون مستداما ما لم يبنى على المرجعيات الثلاث، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرار الدولي 2216. ونؤكد بأن أي صيغة سلام تمس بالمركز القانوني للشرعية أو تقفز على أولوية سحب سلاح الميليشيا وبدون تحقيق الميليشيا لأي مكون سياسي تؤمن بالديمقراطية والتنافس السياسي عبر صندوق الاقتراع في إطار الدولة الاتحادية، فإنما هو سلام ملغوم يؤسس لاستدامة العنف ويمهد لجولات قادمة من الصراع والحروب المدمرة، ويزعزع أمن واستقرار المنطقة، ويهدد الأمن القومي العربي. أيها الإخوة والأخوات، إن 10 سنوات من حروب الميليشيا الحوثية على اليمنيين بما خلفته من تدمير للبنى وقتل وجرح مئات الآلاف اليمنيين وتشريد الملايين منهم، وما نجم عن ذلك ورافقه من تدهور في كل شؤون الحياة وعلى رأسها الاقتصاد، يجعل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مطالبين اليوم ببذل أقصى طاقات ومجهود التحرك الجاد لاستعادة تصدير النفط وتأهيل المواني والعمل الدؤوب على حلحلة الإشكالات الاقتصادية بما يضمن تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين. كما ندعو الحكومة إلى الاهتمام بالقوات المسلحة والأمن والمقاومة وانتظام صرف مرتبات منتسبيها بصورة شهرية وتوفير الدعم الذي تتطلبه المعركة الوطنية وتقديم المبالغ اللازمة لعلاج الجرحى في الداخل والخارج والإسراع في إنشاء هيئة وطنية لرعاية الجرحى جرح الحرب وذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء وتخصيص الموازنة الكافة لرعايتهم وتوفير احتياجاتهم المعيشية والصحية. أيها الإخوة والأخوات، لن ننسى في هذه الذكرى ما يعانيه إخواننا الفلسطينيون من تنكيل على يد الجيش الاحتلال الصهيوني، وإننا في التجمع اليمني لإصلاح ندين ونستنكر بأشد العبارات صمت حكومات العالم عن المجازر التي تحدث لإخواننا في غزة، ونطالب الحكومة العربية والإسلامية وكافة أحرار العالم سرعة الإمساك على يد الإجرام الإسرائيلي وإنهاء الحرب الجائرة ورفع الحصار. كما نؤكد في هذا الشأن على أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية في البحر الأحمر ليست الغاية منه دعم إخواننا الفلسطينيين، فما ترتكبه هذه الميليشيات في حق اليمن واليمنيين منذ 10 سنوات يتفق مع ما يرتكبه الاحتلال الصهيوني في حق فلسطين والفلسطينيين، وهو ما ينفي عن الميليشيا الحوثية ادعاءاتها نصر الفلسطينيين. إن ما تقوم به الميليشيا الحوثية في البحر الأحمر هو جزء من الدعاية الإيرانية بأنها حامية المقدسات، الدعاية التي ترفعها لتتمكن من تحقيق اختراقاتها المتتالية للدول والشعوب العربية. كما أن الميليشيا الحوثية تتهرب بهذا الفعل من متطلبات عملية السلام في الداخل اليمني، وتستغل العاطفة الشعبية الصادقة تجاه فلسطين لتتمكن من التجيش لمعاركها المستقبلية ضد اليمنيين. إنما تقوم به الميليشيات الحوثية في البحر الأحمر يؤكد أيضاً بأن ارتباط أمن الجمهورية اليمنية بجوارها الخليجي ومحيطها الإقليمي والعالمي مسألة حتمية، وأن بقاء الوضع اليمني بالصيغة التي هو عليها سيظل يفاقم آثاره السيئة على الإقليم والعالم، وهو ما يحتم على الجميع المضي نحو إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة لتحقيق الأمن الإقليمي والدولي. أيها الإصلاحيون والإصلاحيات، إننا بهذه المناسبة إذ نثمن تضحياتكم الجسيمة
في مواطن العزة والشرف في مختلف ميادين النضال. نشد على أيديكم للاستمرار في النضال الوطني لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، بادلين في ذلك كل قطرة عرق ودم. فهذا هو قدركم الكبير أيها الكبار، وهذا هو المجد الذي سيفخر به أبناؤكم جيلا بعد جيل. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، بهذا نكون قد أنهينا فقرات حفلنا هذا الذي سنختتمه بالنشيد الوطني.